عندما نجد بعض المؤمنين يواجهون الاضطهاد، فالبعض ينقذهم الله والبعض يستشهدون، فيسأل البعض هل الله يميز؟ بالطبع لا، ليس عند الله محاباة. هذا أمر معروف وأيضا مقرر، لأن إلهنا إله عادل. فالذي يحدث أنه الله يعلم متى تنتهي رسالة هذا المؤمن. فمثلا استفانوس عندما واجه الاضطهاد ورجم حتى الموت، يستغرب البعض لماذا استشهد هذا الإنسان في هذه السن ولم يترك ليكمل أيامه. لكن الله يعلم ويستطيع ويستثمر هذا الاستشهاد بركة أكثر. فنجد أن بعد استشهاد استفانوس أن ضمير شاول الترسوسي الذي كان يقود حملة الاضطهاد الشنيعة ضد المسيحيين تحرك قلبه عندما رأى استفانوس ينظر إلى السماء ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. تحرك قلب شاول أو بولس فيما بعد، وأصبح إنسان مقدام وكارز عظيم، ونعرف أنه كتب نصف العهد الجديد، وأيضا كرز وعلم، وأيضا تتلمذ الكثير في أوروبا. فنستطيع أن نقول أن دماء استفانوس كانت هي التي روت شجرة الكنيسة في ذلك الوقت. ونعلم أيضا عند انتشار هؤلاء المسيحيين خوفا من الاضطهاد بعد استشهاد استفانوس، فعندما هربوا وانتشروا نشروا أيضا البشارة. ولهذا الله يسمح باستشهاد البعض لكي يكون بركة، وأحيانا ينقذ أيضا لكي يكمل الإنسان خدمته ورسالته.